أنا اتكلت عليك في كوني بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. مفيش كلام يتقال في عيدها، ومهما أقول هفضل أعيدها. محروسة يا مصر في كل زمان، وعد دخولها سلام وأمان، ده كلام مذكور نص القرآن. شالت كتير وتحملت، ولا مرة تعبت، لا كملت. مهما الكرب اشتد وزاد، هنا واقفين خير الأجناد. على مر عصورها بتلعب دورها، رفع الراس ثابت حضورها. واما في يوم اتلموا عليها، نزل الشعب وخد بايديها، فوض جيشه عشان يحميها. وعشان يومها الصوت كان عالي، ما قدرش يغمض، حسم القصه. حلقه اكتملت ايد في الايد، وصبحت بلدي جديد في جديد. طاقه نور عماله تزيد، بلدنا بتكبر يوم ورا يوم، ما هي في الاصل كبيره بناسها. تعيش يا مصر لكل الدنيا، تعيش يا مصر ام الدنيا. مكانة مصر في الإسلام تفاصيل كتير قوي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعادتك، أهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مكانة مصر في موضوع كتير جدا في القرآن الكريم. نعم. قولها لنا. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. للأسد عرين، وللطائر عش، وللإنسان وطن، ووطني مصر. وما أدراك ما مصر؟ مصر ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة، إما تصريحا وإما تلميحا. تصريحا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال الذي اشتراه من مصر أليس لي ملك مصر. تصريحا وتلميحا، والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين في مصر. قال جعلني على خزائن الأرض مصر، وقال نسوة في المدينة مصر. مصر ربنا ذكرها في القرآن الكريم أكثر مما يتخيل أي إنسان، وما ذلك إلا لمكانتها العظيمة. مصر فيها المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تجلى فيه ربنا جل وعلا التجلي الأعظم، بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. فيها المكان الذي صلى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بها وشهد لها شهادة من 14 قرن، شهادة لأهل مصر وشهادة لجيش مصر. شهادة لأهل مصر إنكم ستفتحون مصر، فأوصيكم بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وأوصانا بجيش مصر، اتخذوا منها جندا كفيفا فإنهم خير أجناد الأرض. راوي الحديث الذي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر إلى مصر ليتشرف ليكون من جندها. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهم في رباط إلى يوم القيامة، فهم الناس أن الرباط هو الحرب فقط، وهذا فهم قاصر. نعم رباط يعني حرب، لكن لها معاني تانية كبيرة جدا. في رباط يعني جاية من الجذر اللغوي ربط، وربط يعني مترابط،
كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا إن البلد دي ستظل مترابطة لن تفكك أبدا، وجيشها يظل مترابط لن يفكك أبدا. يعني ما نخافش أبدا بإذن الله. نعمل حسابنا، نخاف لأ، ناخد حذرنا، نترعب لأ، تتعب بلدنا، تتكسر لأ، ودي طبيعتها. تصدق تنفع من المأسورات؟ اه والله. ايوه، ما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه هيكون فيه فتنه تعصف بالعراق، وفتنه تعصف بالشام، وفتنه تفت فيها مصر. اختبارات زي اختبارات الحياه اللي انجى الناس منها. سيدنا رسول الله يقول كده، فتنه انجى، خلي بالك من الجمله اسمها ايه، انجى الناس فيها الجند الغربي، والجند الغربي مصر. شفت الجملة؟ سيدنا النبي قال كده، قال هتبقى فيه فتن أنجى الناس منها. لا، وإيه كمان؟ أعظم الناس فيها وأقرب الناس إلى الله فيها الجند الغربي. الجند الغربي جند مصر، جيش مصر وشرطة مصر وأهل مصر وشعب مصر، أنجى الناس منها. ده كلام سيدنا النبي، ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي، عليه أفضل الصلاة والسلام، في أي بلد ذكرت في القرآن الكريم زي مصر؟ مش بالحجم ده طبعا، بلاد الحرمين ومكة أقصد بكم الحقيقة حضرتك؟ لا لا لا، مصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مصر كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. مصر يا أرض الكنانة وناصرة الديانة وحاملة عهد التاريخ بأمانة، وجد الإسلام فيكم يا أهل مصر أعياده، وكنتم يوم الفتوح أجناده، وكنتم مدده عام الرمادة، وحطمتم خط بارليف وعتادة، فخذوا من قلبي حبه ووداده. يا سلام يا سلام يا سلام، ايه العظمة دي؟ ايوه، مصر بلدي وافخر بها، يرضى من يرضى يغضب من يغضب بلدي. اشمعنى كل بلد حد يتكلم عنها يبقى وطني؟ اشمعنى مصر لما نيجي نقول بلدي وبحبها يبقى غلطان؟ لا، بلدي وبحبها. وفي حد عنده وطنية قدنا؟ الله ينور عليك. ولذلك ربنا أوصانا بذلك، أوصانا بالأوطان، وذكر الله الأوطان في القرآن الكريم باسم الديار، الأبناء، المساكن، البيوت، ذكرها الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله عز وجل: أو ينفوا من الأرض، البلد الوطن. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، في الآية يقول: ومساكن ترضونها. وطني، ما هو وطني يا فندم بيت اللي نشأت فيه. وسبحان الله، الواحد فينا مهما سافر ومهما علا ومهما وسكن في أفخم القصور، يحن قوي للبيت البسيط اللي في القرية البسيطة اللي نشأ فيها. يحن قوي لقعدته كده جنب أمه، ورغيف الخبز من أمه. تخيلي حضرتك كده، تخيلي بقى أعلى المناصب. أتخيل إيه؟ ده إحنا الواحد لما بيسافر، لو الواحد سافر أسبوع يحس إنه عامل زي الغرقان وعايز يرجع جري. الناس اللي عايشة بره بقالها سنين وعمر، لما تقعد معاهم يبقوا عايزين يتونسوا بيك عشان يشموا ريحة مصر. الله. لما تقعد معاهم تحس بوجع قلبهم قد إيه إن هم بعيد عنها. قد إيه الغربة صعبة؟ احكي لنا عاملة إيه؟ سيدنا النبي عمل كده. تخيلي حضرتك فكرتيني بحديث حلو قوي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاء رجل اسمه أصيل الغفاري. أصيل، ألف عليه همزة، صاد يه لام، أصيل الغفاري. أصيل جاي من مكة، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى إيه، كأنه متغرب، فبيقول له: كيف عهدت مكة يا أصيل؟ قل لي أخبار مكة إيه؟ قال له: يا رسول الله، عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها وكذا وكذا. قعد يكلمه عن مصر، فالدموع ترقرقت في عينين سيدنا النبي، وقال له: ويها يا أصيل، دع القلوب تقر قرارها. ولذلك أحمد شوقي وهو بعيد عن مصر قال: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي. وقال كده: وطني وإن شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني أنا لو في الجنة، طبعا هي مبالغة مقبولة من شاعر، هحن برضو لوطني. فالحنين للوطن ده فعل الكرام. ولذلك يقولوا إيه: تحن الكرام لأوطانها
حنين الكيور لأوكارها، زي ما الطائر يحن إلى عشه للاحتواء والدفى، يحن الأصيل إلى وطنه. ابن الأصول ما يبيعش وطنه طبعا، ابن الأصول ما يخونش وطنه طبعا، ابن الأصول ما يتآمرش على وطنه، ابن الأصول ما يتنكرش لوطنه حتى وإن تعب في وطنه طبعا. تعلمت ذلك من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا، آذوه، ضربوه، سالت الدماء منه، هموا بقتله، ومع ذلك هو خارج يقول الله يعلم إيه أنك أحب الأماكن، رغم اللعانة منها أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولذلك تخيلي الإمام القزويني عشان كده ربنا قال له إيه هو خارج، قال له إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد، لردك إلى ميعاد. الإمام القزويني يقول إيه؟ لولا نزوع النفس إلى مسقط الرأس. يعني إيه مسقط الرأس؟ المكان الذي سقطت فيه رأسي عند خروجي من رحم أمي. أدي معنى كلمة إيه؟ مسقط الرأس، سقط رأسي من رحم أمي في هذه الأرض، وهنا شممت رائحتها، هنا كانت أمي، هنا كان أبي، أحن إلى هذا المكان. ومين فينا ملوش ذكرى في كل شارع وكل حارة وكل مكان وكل ركن في أرضها؟ الله ينور عليك. ولذلك قالوا كده، قالوا لولا نزوع النفس إلى مسقط الرأس ودائرة الميلاد لم ينزل، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فسيدنا النبي شهد لها شهادة على مر العصور من 14 قرن على أهلها، وشهد شهادة من 14 قرن لجيشها، وأنهم سيظلون في رباط وفي تماسك وحماية الحدود إلى يوم الدين إن شاء الله. ناخد مدام زينب. مدام زينب اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ أنا مشوالك أوي والله يبارك. أهلا وسهلا. أنت قاعدة قدام أهو منورة الشاشة، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. أول مرة وطول عمري أنا وجوزي قاعدين قدامكم كده، ربنا يبارك لك ويديك الصحة وينورها لك أنت وشيخ رمضان. ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الله يبارك. أنا من الشرقية يا عم الشيخ وبحبك والله، أنت أحسن ناس كمان. بلد الكرم كلها. يا رب يبارك لك، تدعيني بالصحة وتدعي لجوزي بالرحمة كده. آمين يا رب. حاضر. أنا لما كان ابني قاعد في طول مني، قاعد في طول مني، وبعد أبوه ما مات. لا أنا ما أنا مس أنا مش سامع حضرتك كويس. أنا في البيت هو ومراته، وما بيسألش فيا خالص نهائي، وطول شهر رمضان وأنا باكل وبشرب لوحده وهو فوق وأنا تحت. واحدة واحدة عشان أنا أنت حضرتك بتشتكي من ابنك. اسمه السيد. ما بيسألش عنك وهو قاعد معاكي في نفس البيت؟ لا، ولا هو ولا مراته. ليه؟ عايزين بس مني فلوس، عايزين مني فلوس بس. وياخد منك فلوس ليه؟ هو مش بيشتغل؟ شغال، ده مع رخصة أولى، شغال في العاشر مع رخصة أولى. طب وعايز من حضرتك فلوس ايه؟ عايز الفيزا بتاعتي على بعضها، ولمت له رجالة ورجالة البلد وكده، وقالوا للحاجة ملهاش محدش يبص لها، بتاخد 100,000 محدش يبص لها الحاجة على فلوس، بتجيب علاجها وبتجيب فلوس وبتصرف على روحها. هو يقول لي لا انت ولية ظالمة، سد اخواتي دوكم سايباني، وانا هو اللي كان واخد الخير كله، هو اللي كان معايا، ما ظلمة جابت شهر واحد بس. قال امك في العيش ولا طارت، سابني كده هو ومراته وقالوا بيت دورين بس، انا سبت جبته معايا، كنت مأجرة الشهر اللي فوق وجبته معايا ونسني. والبدل ما نفر غريب يخش عليا، انا عندي 62 سنه. من يديك الصحه. والبدل ما اجيب نفر غريب هو ابن ابدا، وساب بيته دورين وجي قعد معايا، وقعدنا يجي 7 أشهر مع بعض لما جيت من العمره. بعد كده لما جابت شهر واحد بس غضبت بقى وما بتكلمنيش، وبص كياده كياده يا ابله والله، بصي ربنا اللي يعلم. مراته اللي بتكيدك؟ ربنا اللي يعلم بيا. مراته مش كده؟ قاعده في البيت طول اللي يعرض وبنام لوحده، ما ينزلش عين من عياله يبات معايا. طب هو حضرتك كل شهر من معاشك بتدي اخواته؟ الو معانا؟ حضرتك كل شهر من المعاش بتاعك بتدي اخواته حاجات بتساعديهم؟ لا مش بدي حد، لا مش بدي حد حاجه، انا عامله جمعيه عشان اطلع الحجه الكبيره ان شاء الله، ربنا احيانا الشيخ يدعي لي، ربنا احيانا ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر، تابعينا يا حاجه زين. اتفضل.
والله ربنا يبارك فيك يا حاجة وفي كل أمهاتنا، كل أم عايشة وكل أب عايش، ربنا يملأ جسمكم صحة وعافية. أمين يا رب. وكل من مات ربنا يتغمدكم برحمته ويدخلكم الجنة بغير حساب. أمين يا رب. لما الإنسان يبقى متسلط عليه نفسه أشد من الشيطان. أيوة برافو عليك. فبيخلي البني آدم يبقى قدامه باب الجنة ويسيب باب الجنة ويدخل باب الجهنم. الجنة عند رجل أمك. هو مفيش حديث اسمه الجنة تحت أقدام الأمهات. أيوه. هو ده معنى الحديث، يعني هو المعنى الحديث، لكن النص ده مش موجود. برافو عليك. الناس فهمت من نص لحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوه كده، الجنة تحت أقدام الأمهات. لا، هذا ليس حديث، هذا معنى حديث. لما جه راجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أنا عايز أجاهد عشان أدخل الجنة، قال له أحي والداك؟ قال له أمي. قال له إلزم رجلها فثم الجنة. آدي نص الحديث، إلزم رجلها فثم الجنة. الناس قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات، المعنى صحيح لكن النص مش موجود. فالجنة تحت رجل أمك، ما فيش حاجة اسمها مراتك تكيد أمك، فيش حاجة اسمها أمك معاك في نفس البيت ويوميا ما تدخلش الجنة. يوميا عندك رياض الجنة. تأخر واحد عن أصحابه فبيقولوا له تأخرت ليه؟ قال لهم كنت أرتع في رياض الجنة. قال له وأين رياض الجنة؟ تحت رجلها. تحت رجل مين يا فندم؟ أمي. قال له تحت قدم أمي. الله، وأنا قاعد كده جنبها على الأرض وهي بتعمل لي كوباية شاي، الله وأنا قاعد جنبها على أفخم كرسي وحاطط دماغي، حاطة دماغي على رجلها. يا سلام، يا سلام على نعمة ربنا. وأنا ببص على شاشة الموبايل ألاقي مكتوب أمي. يا نهار أبيض على النعمة. مش هيحس ده يا شيخ رمضان غير اللي اتحرم أو اللي فاهم، لكن اللي مش فاهم محروم من نعمة كبيرة جدا. محروم مع الأسف، مش هتحسها غير لما تبقى مش موجودة. بالضبط. وبالتالي إن أراد الله بك خيرا يعينك على بر أمك، لو أراد الله بك خيرا يعينك على رضا أمك، لو أراد الله بك خيرا يعينك على احترام أمك. أمك وأبوك بس عشان المتصلة ست. فلو أراد بك خير هيخليك تحت رجليها. أنت عندك الجنة وعندك الخير كله وعندك كنوز الدنيا كلها وعندك سعادة الدنيا والآخرة. صدقني أنت بتدور في المكان الغلط. اتعب واعرق وشقة بس بعد رضا أمك تلاقي الأرزاق واسعة والدنيا حلوة والهوى حلو ولينه الدنيا جميل. إنما لو أمك غضبانة صدقني الرزق اللي ممكن يجي لك في مكان واحد يتبعتر ويجي لك بس بعد شقة ومعاناة ومنزوع البركة عشان أمك غضبانة. ده قالت كلمة قطعت قلبي. بتكيد مرات ابنها كيادة. ده لا عاش ولا كان اللي يكيد أمي. ده لا عاش ولا كان. ده ما خلفتش راجل لما حد يكيدها. مش ممكن بني أدمين ازاي تخلف راجل طول وعرض ويجيب ستة عشان تكيدها. الزامي حدك والزامي غرزك إنها أمي. ولادي إلزموا حدكم إنها أمي. يا ريت كله الكون كله إلزم حدك إنها أمي. تتكاد وأنا في بطن الأرض، إنما وأنا على وش الأرض والله ما كان ولا حد يكون يكيد أمي. صح. ففوق الله يرضيك. ربنا يهديه لها يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، كل فرد فينا عايش على أرض مصر بيقول أنا مصري، واجبه إيه تجاه؟ واجبنا تجاه بلدنا يعني اختصروا في امور. اول حاجه العلم، لانه
مش لازم تكون خاين لوطنك، يكفي أن تكون جاهل. ما عبد الله بعمل أفضل من العلم، وما عصي الله بذنب أشد من الجهل. أول كلمة على سيدنا آدم وعلمة، وأول كلمة على سيدنا النبي بعد صمت 6 قرون، صمتت السماء 600 سنة، فلما تكلمت قالت كلمة واحدة: اقرأ. فأعظم ما أختم به بلدي إن أنا أتعلم. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما، عشان عملوا إمبراطورية. قال الله عز وجل عن سيدنا داود: وعلمناه صنعة لبوس، يعني صنعة تحميكم في الحروب والدفاع عن الأرض والعرض. أعظم حاجة أخدم بها بلدي أولا العلم، لأنه لن تتقدم بلد إلا بالعلم طبعا، ولا طبعا تتأخر إلا بالجهل. علم الدين، علم السياسة، علم التكنولوجيا، علم اجتماع، علم اقتصاد. أسيادنا اللي بيبيعوا في الشارع لو مش بعلم يضيع طبعا. عارف هيجيب قد إيه وهيبيع إيه عشان ما يفضش حاجة، عشان رأس ماله، وهيبيع إيه آجل وهيبيع إيه عاجل. علم، فالأساس رقم واحد العلم. طب رقم اتنين العمل والإتقان. يلا بينا نشتغل، يلا بينا نعمل، يلا بينا نبني وطننا. صدقيني حضرتك، احنا أسأنا إلى ديننا لما ضيعنا دنيانا. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أنا لما أشتغل وأعرق وأتعب وأنا لأمتي من عندي وهدمتي من نسجي وسيارتي من مصنعي، محدش له عندي حاجة، مش مستني حاجة، مش همد إيدي لحد، فأقدر أعمل اللي أنا عايزه. فأنا محتاج إن أنا أعمل وأتقن. تزعلي لما كله بعشوائية وفوضوية وزي ما تيجي تيجي. طبعا الأوطان مش هتبنى إلا بإن كله يشتغل طبعا، كله يعمل، كلنا لازم نشتغل. لفت نظري ان احنا سبقنا في الدنيا مش مجرد عمل. يعني انا لما اوجدني الله في الدنيا ليس لاعمل، وانما لاتقن العمل للجوده. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ايه ده؟ مش تشتغل وخلاص، لا استنى اقف عندك. لما تيجي تتكلم دور على احلى كلمه، ما تدبش طوب وتقول اصل انا صريح. الصراحة والوقاحة بينها شعرة، وأنا ما عنديش استعداد أسمع وقاحتك. هو كده في أصعب من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. ده ربنا بيقول لسيدنا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إذا كان ده لمن قال أنا ربكم الأعلى، يبقى أنا محتاج يبقى عندي إتقان وعمل عشان نخدم وطننا، عشان تبنى الأوطان. رقم ثلاثة احنا قلنا كده العلم والعمل والإتقان، كده 2. تمام، نكمل بعد ما ناخد التليفون. مدام دنيا. ايوه كده. انا عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله. في رمضان الله يسلمك. اهلا وسهلا حضرتك، انا بحبك جدا جدا. يا رب يرضيك ويكبر خاطرك يا رب. انا عايز اسالك عن والدي. انت عندك قد ايه يا دنيا؟ انا عندي 22. طيب ما تعيطيش. والدتي متوفيه بقى لها 6 شهور. الله يرحمها. الله يرحمها. والدي من تاني يوم ما والدتي توفت. والدك ايه؟ والدك ماله؟ الجواز. والدتي قعدتها 25 سنة. قعدت مريضة شهرين بالكانسر. طلب الجواز قطعنا احنا من طوله على طول ومروحوا له. انا مش سامعاكي كويس، انت بتقولي تاني يوم لما والدتك اتوفت هو، انت بتقولي عاشت معاه 25 سنه وكانت عيانه شهرين. تعبت بالكانسر شهرين، هي كان عندها المرض ده من فتره بس ما عرفناش الا بعد ما عملت عمليه. انتشر في جسمها كله. تمام، انت بتقولي بقى بعد موت والدتك تاني يوم ايه اللي حصل؟
انا عايزه اتجوز. والدتي امكم قالت لي اتجوز، احنا ما سمعناش، احنا قعدنا شهرين ده مع والدتي انا واختي واخويا، ما سمعناش بتقول الكلام ده. هي كانت بتقول له معلش انا قصرت في حقك، حقك عليا، عشان قعدت بس شهرين في السرير، ما كانتش مقصره في حقه في اي حاجه خالص، بلا بالعكس شالته كتير خالص. هو دلوقتي حتى احنا نكلموه واحنا اللي بنكلموه، هو ما بيدفعش حتى التليفون، هو اتجوز، يقول لنا انتوا عاملين ايه. هو اتجوز، اتجوز يا دنيا. لا ما اتجوز، هو ما لقاش عروسه لحد دلوقتي، وبيقول للناس بناتي مش عايزين يجوزوني وابني مش راضي يجوزني. انتوا متجوزين ولا كلكم متجوزين؟ انا واختي متجوزين. هو دلوقتي عايش لوحده؟ عايش هو واخويا، بس اخويا ده من اب تاني، بس عايش معانا في نفس البيت. وهو دلوقتي عايز يبيع البيت عشان يروح يقعد في اي حته، انا مش عايز نعرفكم. طب يا بابا انت مش باكي علينا مثلا؟ احنا ولادك، احنا بناتك، احنا معاك سايبين. لا انا مش باكي عليكم. كم مره يقول لنا كده، حتى في 40 والدتي جاب برضو واحده من بره عايز يعرفنا عليها، احنا رافضين. انا عامه انا رافضه تماما ان هو يتجوز من بعد والدتي، وانا عارفه ان الحاجه دي حرام، بس انا مش متقبله ان في واحده تيجي تقعد مكان والدتي. طب وهو سؤالك ايه يا رافض استاذه؟ تماما. طب حقي والدتي فين؟ سؤال هي حضرتك والدتي ايه؟ قعدت مع 25 سنه ما اثرتش معاك في حاجه، طب سؤالك ايه يا دوني؟ اعمل معاه ايه؟ هو دلوقتي بيقول احنا اللي مقصرين في حقه، تمام. بس هو اللي مقصر في حقنا كتير قوي. طيب حاضر، تابعين رأي حضرتك ايه؟ رأيي انه لا يجوز ان نحرم الحلال. يعني ماتت الأم رحمها الله رحمة واسعة، ونقعد ندعي لها من هنا ليومين قدام، لكن الأب لوحده، هذه البنت متزوجة وهذه البنت متزوجة وهو لوحده، فمحتاج حد معاه. هو مش بيطلب حاجة حرام طبعا، وده ملوش علاقة مش حاجة بأن اسمها والدتك ما أثرتش معاه، لأنه والدتك دلوقتي هي عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو لسه عايش في الدنيا وعايش بطوله، ففي امور كتير انت ممكن تكوني ما تعرفيهاش، وممكن يبقى خايف لا قدر الله يحصل له حاجه وهو عايش لوحده. كل حد فيكم اكيد مشغول بحياته وبيته واولاده طبعا، فلا يجوز ان نحرم ما احل الله عز وجل، لان ده كلام باطل لا يجوز اصلا باي حال من الاحوال. امي لم تقصر معه، مين قال انه لما يتجوز بعد عشان وفاتها هي قصرت. عشان هي قصرت، خليه عاش بعدها 10 15 20 سنة، من سيخدمه؟ من سيطعمه؟ من يبحث عن دوائه؟ لو تعب بالليل وما قدرش حتى يتصل بيكم، ولو اتصل ممكن تكوني مسافرة، ممكن تكوني كذا، ممكن قافلة موبايلك، فالكلام ده لا يجوز شرعا. وانت عمالة تعيطي على والدتك، انت بتحاسبيه هو ليه على والدتك؟ فرحمها الله رحمة واسعة، يا رب يدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وبنصح حضرتك وبنصح أختك تتقوا الله في والدكم، وبنصح والدكم أن يتقي الله فيكم وأن يحسن إليكم. محتاجين يا جماعة المعاملة الطيبة، أنت ما تحسبهوش أصل هو ما عمل لهاش كذا، لا لا لا، ما نصفش حسابات بعض على حساب بعض، وما ندخلش حروب بالوكالة. أنتوا لستم عليه أسياد عشان انتوا اللي تقرروا يتزوج ولا لا يتزوج. سيدنا داود كان يقول اللهم اني اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. سيدنا داود كان يدعو بهذا الدعاء، لازم نخلي بالنا منه. اسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر الاخرة، واعوذ بك من اربع، أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أزاعه، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. فمن ولد يكون علي سيدا، كبر الأب فالابن هو اللي بيتحكم في ابوه، لا انا مش سامح لك تتجوز، احنا هنهرج يا جماعه، انا مش سامحه لك تتجوز، ما انت متجوزه وعندك عيالك، هذا لا يجوز شرعا. والاب لابد انه يحسن لبناته،
لو طبعا اسلوبه معاهم مش كويس لازم يخلوا باله من ده. ولا تقول مش عايزهم ولا تقول لا 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 خالص، لازم يبقى فيه حنيه ولازم يبقى فيه احتواء، كل حد ياخد حقه. بالظبط، الله ينور عليك. طيب العلم ايوه والعمل، الله ينور عليك. تيجي نوجز وبعدين نقول يلا واجبنا يا جماعه تجاه بلدنا في هذه الظروف التي تعم العالم كله من ازمات وتحديات غير مسبوقه. رقم واحد العلم، رقم اثنين العمل والاتقان، رقم ثلاثه الاصلاح والبناء، رقم اربعه الولاء والانتماء، رقم خمسه الحفاظ على نعمه الامن. كلنا لازم نخلي بالنا من امن واستقرار بلدنا. رقم سته الحفاظ على المال العام. رقم سبعة حسن الخلق لدى الجميع، وعلى رأس حسن الخلق الوسطية والاعتدال وترشيد الاستهلاك في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف مجاوزة الحد في الحلال، لقمة زيادة حلال، نوم زيادة، إهمال زيادة، لا 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 أقف أقف عند حدك. اللقمة الزيادة، الشرب الزيادة، النوم الزيادة لا يجوز شرعا، الكلام الزيادة. فمجاوزة الحد في الحلال إسراف، والله لا يحب المسرفين. أما الإنفاق في الحرام ولو جنيه واحد تبذير، ولا تبذر تبذيرا، ولذلك ربنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وسيدنا النبي لقي واحد من الصحابة عمال بيتوضى من النهر ويبالغ، فقال له لا تسرف، قال له ده أنا على نهر جاري، قال له لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. وكان دعاء سيدنا النبي صباحا ومساء وأسألك القصد، يعني الاعتدال في الفقر والغنى. يا جماعة احنا في وقت لازم نتوسط في أكلنا وشربنا واستهلاكنا للكهرباء وللمية، ولازم كل واحد يبدأ بنفسه، مسؤولية دينية ومسؤولية وطنية. ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، بيجي علينا أوقات بنقول عليها مواسم، اللي هي بيبقى كل حد بيبقى بيتسابق علشان خاطر يعمل أعمال خير، عشان عارف انه في الفترة دي ليه أجر وثواب، والأجر والثواب مضاعف من عند ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي كل الناس بتتصدق، كل الناس بتطلع زكاتها، كل الناس عايزة تساعد أي حد محتاج. لكن بيجي علينا فترات تانية الناس ممكن تكون في أشد الاحتياج للي يخبط عليها أو للي يكبر بخاطرها. ده كلام مظبوط. الله عز وجل قال وذكرهم بأيام الله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات القرب من الله لا يشقى بعدها أبدا. بعد دايما نهاية مواسم الخيرات عقب عيد الفطر، عقب عيد الأضحى، بيحصل نوع من الهدوء، وده أمر وارد وأمر طبيعي. لكن ينبغي عند هذا الفطور وعند هذا الهدوء ألا نعصي الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. شرة يعني قوة ونشاط، كل حاجة في بدايتها لها قوة ونشاط. الموظف في أوائل أيام وظيفته ما شاء الله هيمشي على الحيطة، أعدي سنة دور عليه تمام. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان عن فيها، فما تدري السكون متى يكون. يعني وقت ما تلاقي عندك نشاط أقبل. سيدنا عمر قال لهذه القلوب ولهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. نروح لسيدنا النبي نقول له يا سيدي يا رسول الله، في وقت الهدوء كده عقب المواسم زي الفرس كده في نهاية السباق لابد أن يكافئ، فيكافئنا الله عز وجل بعد رمضان بعيد الفطر، افرح وفرح اللي حواليك.
بعد الحج وبعد العشر من ذي الحجة يأتي عيد الأضحى، افرح وفرح اللي حواليك. طب فيه هدوء وغفلة، يقول لي خلي بالك من العبادة فيها، العمل فيها مضاعف، الصدقات في وقت الغفلات مضاعفات. مهم جدا ده، لأنه في وقت العشرة من ذي الحجة كله بيتصدق، طب في وقت رمضان كله بيتصدق، يجي بعد كده تلاقي الدنيا هدأت قوي، فتلاقي الجمعيات تقول يا جماعة الحقونا، احنا مش قادرين نوفي احتياجات أسيادنا الفقراء والأيتام. فأنا بدعو الناس إنها تخلي بالها من النقطة دي. ليه؟ سيدنا النبي قال لي كده، قال لي تحب تاخد أجر كأنك هاجرت ليا، كأنك هاجرت معايا. معنى مهم جدا يعني يا جماعة، أنا عايز أأكد على المعنى ده. تخيلوا يا جماعة إنه ممكن حد فينا يأخذ أجر وثواب الهجرة بعمل يعمله. نعم. قالوا وما هو يا رسول الله؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ألف لام ه ر عليها سكون جيم. الهرج كثرة القتل، الهرج الفوضى، الهرج الغفلة. فالناس غفلانة وانت بتعبد الله عز وجل، وانت بتعبد ربنا في وسط الغفلة تاخد أجر كأنك هجرت مع سيدنا النبي محمد. فاللي احنا فيه دلوقتي عقب موسم الخيرات، موسم البركات في الحج والعشرة من ذي الحجة وعيد الأضحى، احنا في وقت هدوء وسكون وغفلة. شد حيلك. عشان كده أنا كلمت حضرتك في الجزئية. أحسنتي، سؤال رائع. ده أحلى ما يكون، أحلى وقت. الناس غفلت وانت بتعبد، وتخيلي حضرتك. لأنه في الفترة دي كله بيبقى يعني خلاص معروف أن دي أوقات الخير ومساعدة الغير ووقوف جنب الناس اللي ممكن تكون محتاجة وجبر الخواطر، فكله بيبقى بيشجع بعضه. لكن الوقت اللي فيه غفلة زي ما حضرتك بتقول، اللي ما فيهوش الشغل الكتير قوي على أعمال الخير، لما يبقى البني آدم هو كده مع نفسه منفرد بطاعة ربنا سبحانه وتعالى في الجزئية دي، أكيد ربنا بيجازيه خير. وده بيبقى لها أجر كبير، لأنها بتأتي على وقت اشتياق وعلى وقت احتياج. وما أجمل إنها تقضي حاجة أسيادنا الفقراء، فبتبقى مهمة جدا، فتاخد أجر مضاعف عن الأجور العادية. طيب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. دايما البر والطاقة معودة كل جمهورها ان كل شوية فيه مفاجآت، كل شوية بنصور محطة، صور مسجد. النهاردة عندنا فرحتين كبار قوي، صبت سقف بيت الله مسجد ذي الجلالين، وعندنا هنا اللي هو محطة الحاج احمد وزوجته الحاجة سعاد. جميل قوي اللي يبقى فيه انجازين جنب بعض على اساس الناس كلها تستفاد، فيجي يملى ميه ويخش يصلي، والمسجد هياخد ميه من المحطه. شفت التكامل في شغل جمعيه البر والتقوى؟ ربنا يسعدكم ويكرمكم. وبفكركم كلام سيدنا النبي لما سئل عن افضل الصدقات، قال سقي الماء. دايما كل شويه هنتقابل عشان نعرض انجاز. ربنا يجزيكم خير ويكتر من امثالكم، ومكملين لغاية نهاية العمر مع البر والتقوى المصري. من الحاجات اللي مش محتاجة مواسم، من الحاجات اللي مستمرة طول الوقت، لأن ما ينفعش الحياة من غيرها، هي المية والمشاركة والمساهمة في أي عمل. لأنه ملف المياه داخل جمعية البر والتقوى وملف كبير، يعني كل يوم في تطوير بشكل مستمر، كل يوم في متابعة بشكل أكبر. هو ملف قوي جدا وضخم ومتفرع ومتشعب ومدروس كويس جدا جدا، ولدى جمعية البر والتقوى خبرة قوية جدا فيه، من أقل شيء لأكبر شيء، من أول مبردات المياه
اللي بتوضع في المساجد وأمام المساجد وأمام المدارس وفي داخل المدارس وفي الطرقات، مرورا بتوصيلات المياه في إلى البيوت، مرورا بالآبار النموذجية، لأنه فيه تطوير دائم في ملف المية، فصار فيه آبار تطلع المية تتفلتر قبل ما تتاح لأسيادنا ممن يحتاجونها، وده تطور عظيم جدا عشان نبقى طلعنا الصدقة من أفضل ما يكون ونبقى حافظنا على صحته بالضبط، إلى أن نصل إلى المحطات العملاقة، وده شيء طيب جدا جدا. والجميل أنه جمعية البر والتقوى بتعمل استثمار للصدقات وللزكوات الجارية، فتجمع زكاة قليلة مع زكاة قليلة مع زكاة قليلة، فيتعمل محطة عملاقة جدا. لو كل واحد لوحده مش هيقدر يعمل كده، لذلك قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فالنقطة انه من اعظم الزكوات الجارية ومن اعظم الصدقات الجارية ملف المية، قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. فمن أعظم أبواب الزكوات والصدقات أن يحرص الإنسان على أن يساهم مع جمعية البر والتقوى في ملف المية على قد ما تقدر. قادر تعمل إن شاء الله تعمل محطة كاملة لوحدك، الكل معاك والكل هيساعد، مش قادر يبقى ساهم مع غيرك، والقليل مع التجمع ومع الوحدة ومع التعاون يبقى كتير. صحيح. طيب خلونا نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ما عنديش حمام، ما انا عايز اروح الحمام يعني، مش عارفه افسر لك اقول لك ايه. طيب انا باجي والله قبل ما الجمعيه تيجي انا كنت قاعده جنب الحيطه دي كده، كنت بفرش بطانيه انا وبناتي وكنا بننام جنب الحيطه دي. ما كانش فيه بيت اصلا، البيت ما كانش بيت، البيت كان قطعه ارض ويا دوبك حته صغيره كده وكنا بنضرب فيها. الحمد لله ان هم قدروا يعملوا لي ستره تسترني انا وبناتي، بس انا يعني اشكرهم جدا جدا ان انا استترت انا وبناتي وعيالي وقعدنا في مكان كويس. يعني ما عنديش حاجه، لا عندي بوتاجاز اشتغل عليه ولا عندي حتى بملى ازايز الميه واحطها من الليل جنب الحيط عشان تسقع شويه عشان نشرب بيها، وما عنديش فرش، ما عنديش اي حاجه خالص. زي ما حضرتك دخلت وشفت كل حاجه، هي دي طبيعتي والحمد لله. مبسوطة عشان البيت اتعمل ولا لميت عيالي وقعدت بعيط من فرحتي، من فرحتي والله ان انا لميت بناتي ولميت، وربنا سبحانه وتعالى جعل لي الجمعية دهيت عشان خاطر احافظ على بناتي الشباب بس. وانت شايف الدنيا هنا ما حوالياش يعني حد كتير وكده، وبيتي انا متطرف للخالة وكنت بخاف على بناتي قوي. انا بشكر جمعية البر والتقوى لانهم عملوا لي البيت كده وسطروني انا وبناتي وقعدنا فيه وبقنا كويسين جدا. الشكر ليها قوي، وربنا سبحانه وتعالى كل من ساهم وعمل اي حاجة وساعدني انه يسترني ويستر بناتي، ربنا يستروا دنيا واخرة ويجعلوا في ميزان حسناته ان شاء الله إن شاء الله. دعت لناس لا شافتهم ولا هم شافوها ولا تعرفهم ولا هم يعرفوها، بس ربنا سبحانه وتعالى عالم بنية كل بني آدم، وكل بني آدم عايز يساعد غيره وعايز يقف جنب غيره لوجه الله. طبعا يعني أنا بقول لها وبقول لكل أسيادنا الفقراء دموعكم غالية علينا طبعا، ولو بإيدينا والله نشيلكم على رأسنا، وإحنا محتاجينكم أكتر ما أنتم محتاجيننا. صحيح. وده دايما بنأكد على هذا المعنى في جمعية البر والتقوى، أنتوا يعني أسيادنا الفقراء وعلى رأسنا من فوق، ودعائك ده دعاء غالي جدا جدا، ربنا ينفع به كل من ساهم يا رب.
وكل من كان سبب في قضاء حاجتك. أنا محتاج إن احنا نأكد على إن كل واحد فينا يا جماعة قادر يساهم، لازم يستشعر إن هو محتاج أسيادنا الفقراء أكتر ما هم محتاجيننا. صحيح. حضرتك أنا لما ربنا بيعني وبديله، أنا ما اديتلوش من رزقي ولا رزق عيالي، ده رزقه هو. فحط إيدك على جيبك كده وحط إيدك على الفيزا اللي معاك وقول كده أنا مش عارف رزق مين عند مين، أنا في أموال ليا ولولادي وفي أموال أنا ساعي بريد. صحيح. فهوصلها إن شاء الله وربنا هيزيدني. نقطة من أول السطر، يبقى أنا ما اديتلوش من رزقي. النقطة الثانية، أنا لما اديته عاد علي هذا العطاء أضعاف مضاعفة، بركة وسعادة وزيادة ونجاة ليا ولولادي. صح. كمان أنا لما اديته أنا قضيت له حاجة دنيوية، مهما طالت ستزول، لكن هو لما أخذ مني قضى لي حاجة أخروية. الاثنين. أيوة دنيوية طبعا. وأخروية طبعا. والأبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. وفي سورة مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالباقيات الصالحات ثلاث حاجات: خير ثوابا، خير أملا، خير مردا. والباقيات الصالحات خد خطين كده، خط ذكر الله باقيات صالحات، ولا سيما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا باقيات صالحات. أعمل لك ورد كل يوم 100. خد خط تاني، باقيات صالحات اللي هي الحاجة اللي هتنفعنا في آخرتنا، الشيء الباقي لينا. ده المعنى الثاني، أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى لي يوم القيامة، ينفعني في نجاتي من النار ودخولي إلى الجنة أنا وولادي. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. أنا